كابتن عمر عبد الله ده طبعا جيل 69 والسبعينات، جيل الدوري الممتاز لنادي غزل المحله واحد عمالقه نادي غزل المحله. فطبعا تاريخ كابتن عمر عبد الله تاريخ كبير، وطبعا كلنا اتعلمنا منه كره القدم هو والاجيال بتاع 69 و70. فايام ما كنا خدنا الدوري الممتاز طبعا كان كل بيوت مدينه المحله ومركز المحله ومحافظه الغربيه باكملها كان كل بيت فيه صور من الجيل العظيم بتاع الكابتن عمر عبد الله. فطبعا الكابتن عمر عبد الله ده حاجه قيمه وقامه كبيره لمدينه المحله والمحافظه الغربيه كلها. وطبعا كان هو لاعب اساسي في منتخب مصر طبعا مع العظماء بتاع منتخب مصر في السبعينات. كابتن عمر عبد الله ده تاريخ المحله، تاريخ المحل، وهفضل تاريخ مدى الحياه والقطاع هنا ماشي وشركه الكوره ماشيه باسم عمر عبد الله، واي حد هنا في المحله بيتكلم في سيره الكوره عمر عبد الله. وعمر عبد الله راجل تاريخ وراجل مشرف وراجل شرف اي نادي يروح. طبعا انا ما حضرتش جيل الكابتن عمر عبد الله، بس طول عمرنا احنا اتربينا هنا في المحله وبنشجع غزل المحله، والواحد بيبقى فخور ان هو عندنا قلعه الرياضه في المحله، وبيتذكر في الدنيا كلها ان الكابتن عمر عبد الله من احد عظماء صواريخ عين عين غزل المحله. طبعا كان حاجه عالميه لما بنقعد بنطلع بره المحله وبنطلع بره بنروح القاهره ونروح اسكندريه ونروح اي مكان، اما حد يعرف ان احنا من المحله وتبع غزل المحله وبيتذكر اسامي الكباتن الكبار من ضمنهم طبعا كابتن عمر عبد الله، فبتبقى حاجه فخر لينا ان احنا بنعتز ان احنا عندنا كابتن عمر عبد الله طبعا تاريخ النادي ومن احد جيل الدوري الممتاز. كابتن عمر عبد الله من رمز من رموز المحله، واحنا معتبرينه ان هو يعني حاجه كبيره جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله هو لعند دلوقتي يعني كويس وتمام وقدم كتير جدا لغزل المحله، واحنا بصراحه من الجيل بتاع يعني انا ما شاهدتوش كتير، انا شاهدته حاجه بسيطه صحيح، بس انا اعرف ان الكابتن عمر عبد الله من الناس اللي هي يعني كويسه جدا واللي هم ادوا اداء عظيم للنادي لنادي غزل المحله. طبعا مصر كلها عارفه كابتن عمر عبد الله، ما فيش حد ما يعرفش كابتن عمر عبد الله، كان اسرع وينج في مصر واسمه وتاريخ، وهو سبب ان احنا ناخد بطوله الدوري بجول اللي جابه في البلاستيك، والناس كلها عارفه كابتن عمر عبد الله، واحنا بنحترمه وبنحترم كابتن عمر عبد الله وتاريخ المحله كله. هو يعتبر يعني لما تيجي تبص للجماهير العاشقه فعلا لغزل المحله هتلاقي الكابتن عمر عبد الله هو يعني الرمز والتاريخ لغزل المحله. بالنسبه للكابتن عمر عبد الله احنا بس ما شفناهوش ككوره، بس سمعنا عنه كاسم بالنسبه للمحل. طبعا اسمه زاد لما كنا احنا بنلعب في القاهره بنلعب اهلي او زمالك، كان بيتعمل لنا اعتبار، انا بقولها لك حاجه يعني لله، كان بيتعمل اعتبار عشان اسم عمر عبد الله. كنا مثلا نخش نلعب في الاهلي في مختار التتش ماتش، كان بيترفع لنا كوبان عشان شخصيه عمر عبد الله، انما كشخصيه احنا كلاعيبه ما كانش حد يعرفنا ولا كجهاز، كان عمر عبد الله كابتن حنفي اسامي معينه كان الناس دي معروفه ليه، لانها كانوا واخدين دوري، فكانت احنا بتعمل لنا قيمه لهم.